السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فيديو جديد إن شاء الله راح أسوي معكم الحمص. الحمص عندي هنا منقوع 12 ساعة وبعدين سالقه حتى استوى على نار هادية. إذا حسيت إن حبة الحمص مهروسة كذا إذا جيتوا تضغطوا عليها بأصابعكم معناته خلاص. عندي هنا 5 حبات ليمون عصير، علبتين زبادي، عندي طحينة، عندي ثلج وملح. أول خطوة راح أنزل الحمص على الماكينة. طبعا أنا عندي ماكينة حمص. إذا الكمية عندكم صغيرة في البيت تقدروا تستخدموا الخلاط العادي حق البيت. وبعد كذا أنزل الثلج. الثلج عندي تقريبا 4 كوب. بعد كذا أنزل عليهم الليمون. الحمص هذا بصراحة جميل جدا، أو من المقبلات المفضلة عند كثير من الناس والشعوب. أنزل الزبادي على الثلج والليمون والحمص، علبتين زبادي. الحمص أنا هنا عندي كيلو. بعد ما نزلت الزبادي راح اضيف الطحينة، طحينة سائل. استخدمت 1 كوب. بعد كذا اسكر الماكينة. اشغل الماكينة. الملح راح اضيفها بعد ما اخلط الحمص شوي. اضيف 2 ملاعق من الملح، 2 ملاعق كبيرة. وزنوا الملح على حسب رغبتكم. بالنسبة للثلج يعطي بياض للحمص ويجعل الحمص متماسك ويسهل عملية الخلط. شوفوا هنا الحمص صار عندي جاهز ما شاء الله. تقدر تستخدم الثوم ما في مشكلة. الحين راح افضل وعاء اخر. بالنسبة للثوم استخدم الثوم لكن للكميات الصغيرة، لأنه الثوم يفسد الحمص. ما راح يطول معاكم، ممكن يقعد 1 يوم بس بالثلاجة إذا في ثوم. لكن بهذه الطريقة أنا راح أحفظ الحمص 1 أسبوع ما يصير له شيء. إذا ملاحظين هنا قوام الحمص خفيف، لكن هذا الشيء مهم جدا ان الحمص يكون كذا خفيف بالبداية، لانه راح يثقل اذا دخل الثلاجة. وهذا هو اللي الثلج اللي يجعل الحمص طري بهذا الشكل. الحين ندخله الثلاجة وبعد كذا نزينه ان شاء الله على صحن التقديم. تقدروا تدخلوه الثلاجة من 2 إلى 1 أسبوع ما يصير له شيء. هنا بعد الحمص ما دخلت الثلاجة جا وقت التقديم، شوفوا قوام الحمص كيف رجع. فمهم جدا أن يكون قوام الحمص في البداية لين شوي، لأنه حلاوة الحمص وطعمه يكون بهذه الطريقة. إذا كان الحمص أثقل من كذا ما أفضله أنا أبدا. الحين أجيب 2 ملاعق صغيرة عادي، 2 ملاعق طعام، وأحاول أمشيها كذا على جوانب الصحن بهذه الطريقة. الأمور بسيطة، هناك أشكال كثيرة للتزيين لكن ما في وقت.
أضيف على البقدونس والسماق، وآخر شيء نضيف على زيت الزيتون، وهذا يعطي الحمص شكل وطعم جميل، وما ينأكل إلا بزيت الزيتون. شوفوا ما شاء الله كيف الأمور بسيطة، ما فيها أي تعقيد. أتمنى إنكم تجربوا هذه الطريقة. هنا عندي متبل، إن شاء الله راح أزينه لكم بوقت آخر. وكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى لا تنسوا أخوكم من الدعم والاشتراك وتضغطوا زر اللايك. لكم كل الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.